بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن هو الكتاب الخاتم، أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم المبعوث في آخر الأمم. فهذا القرآن الذي هو الكتاب الخاتم أتمه الله عز وجل وجعله مهيمنا على سائر الكتب السماوية، فأتم الله عز وجل به الدين وأكمل به النعمة، وكان هو الكتاب الهدى، فكل الهدى الذي أراده الله عز وجل أن يكون من الإنسان ضمنه هذا الكتاب أمرا ونهيا وتوجيها وعلما وتبيانا وفرقانا. فكان هذا الكتاب روح، وكان هذا الكتاب نور، فالإنسان بدونه ميت الأحياء، والإنسان بدونه أعمى لا يبصر حقائق الأشياء ولا يبصر طريقه، والمقصود طريق الصراط المستقيم. فبدون هذا الكتاب لن يبصر هذا الصراط المستقيم. فلذلك المؤمن تمثل هذه القضية عنده حقيقة من أعظم الحقائق، وتمثل عنده ثابتا من الثوابت الذي لا يزعزعه قول القائلين وتشكيك المشككين وافتراء المفترين ولا الشبه التي استحكمت في قلوب المرضى، مرضى النفوس والعقول، بل هذه ثابت من ثوابت الإنسان المؤمن المسلم. ولذلك هو لا يجد في صدره حرج من هذا الكتاب أبدا، لأنه يجد فيه أن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا يكن في صدرك حرج منه. لذلك هو راض بكل شيء جاء فيه، راض أنه من عند الله، وراض أنه هو الحق، وراض بأن ما أخبر عنه حق، إن كان قد كان فهو كان كما قال الله، وإن كان لم يكن فهو سيكون كما قال الله.
هذا ثابت من الثوابت عند الإنسان المسلم والمؤمن. ولذلك هو أبدا لا يعرض حقائق هذا الكتاب لتختبر بالنسبة لأقوال الناس وما وصلوا إليه، بل هو يتعامل مباشرة على أن كل ما يصدر من الناس فإن معياره هو هذا الكتاب، أن يكون حق أو باطل ما صدر من الناس معياره ليصنف في أحد التصنيفين مرجع ذلك كتاب الله جل جلاله. فهكذا يتعامل المؤمن مع القرآن. وقد يقول قائل: ما هي البراهين التي تبني في قلب هذا المؤمن هذه الثقة في هذا القرآن وهذه الطمأنينة في هذا القرآن؟ إن أعظم البراهين في هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذاته العلية وذكرها في كتابه، وذكر البراهين الدالة على كمال ربوبيته وكمال قهره لهذه المخلوقات، وأنها خلقه وأنها تحت قهره وأنها تحت تدبيره، وأنه أعلن التحدي في كتابه للناس. فكان برهان الخالقية أعظم برهان ذكر في هذا الكتاب. فالخالق هو الله ولا خالق إلا الله، وأن الناس لا يخلقون، وإنما الذي يخلق هو الخالق جل جلاله. برهان الخالقية حين يتحدى الله جل جلاله الناس كلهم أن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، وحين يتحدى الناس في أمر الحياة والموت أن الإنسان عند موته أن ترد إليه الروح وقد أراد الله أن يموت. فهذا البرهان العظيم وعرضه في القرآن بتلك الصورة العجيبة العظيمة، هذا من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة بأن هذا الكتاب كتاب الله. ثم تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فتجد أن هناك خيط ناظم لآيات القرآن العظيم. هذا الخيط الناظم لآيات القرآن التعريف بالله جل جلاله وما له من صفات الجلال والكمال، والتعريف بحقه سبحانه وتعالى وهو العبودية له وحده جل جلاله. تقرأ القرآن من أوله إلى آخره وتجد أن هذه القضية حاضرة في كل آية، فإنها تردك إلى هذا الأصل العظيم، إما تعريفا بالله جل جلاله وربوبيته، أو تعريفا بحقه على هذا الإنسان المخلوق وهو حق العبودية وإفراد الله عز وجل وحده. وأرني في الدنيا الآن كتابا ينتظم هذا الانتظام ويدعيه كاتبه لنفسه دون أن يكون كتابا دار مع هذا القرآن وآياته، وتجد فيه هذه الميزة وهذا التفرد في هذا الشأن العظيم.
فهذه القضية حقيقة بهذا الوضوح وبهذا الجلاء تملأ القلب يقينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هنا على أنه عبد وعلى أنه رسول وعلى أنه مكلف وعلى أنه مأمور وعلى أنه محاسب، وهكذا يذكر الأنبياء، وهكذا يذكر الأنبياء. أما الله جل جلاله فيذكر أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المحيي، أنه المميت، أنه المجيب، أنه النافع جل جلاله، أنه يحصي، أنه يراقب، أنه يسمع، أنه يبصر، أنه يحيط بكل ما يفعله الخلق. الله جل جلاله. ولذلك من قرأ القرآن أوقفه القرآن على ملك عظيم مستوٍ على عرشه يدير أمر مملكته، يدبر الأمر، يفصل الآيات. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو نازل من عندي، وكل شيء في الكون يحدث فهو صاعد إليه. فعندما تقرأ القرآن وتجد أن هذه هي قضيته الأم، وهذه قضيته الأساس، وهذا محوره وهذا مرتكزه، كيف لا تثق في كتاب بهذه الكيفية؟ وكيف لا يكون في مثل هذا البرهان كفاية أن تدرك هذا الأمر؟ ثم ينضم إليه بعد ذلك وهو يخبرك أن من كمال تدبيره ومن كمال عدله ومن كمال حكمته أن جعل قانونا وسنة وطريقة ربانية يتحاكم عليها العباد ويحاكم عليها البشر في دنياهم قبل آخرتهم، وهي سنته جل جلاله، وحكم لها بالبقاء، وحكم لها بالثبات، وحكم لها بعدم التغيير من قبل أحد من الناس كائنا من كان، وحكم لها بأنه حكم عليها كل البشر من يوم أن وجدوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم يعرض لك التأريخ بحقائقه ومحاكمته على هذه السنن، وأن هذه عادته جل جلاله في محاكمة البشر كلهم وفق تلك القوانين الصارمة سنة الله. وتجد أن الأمر كما قال الله، وأن ما يعيشه الناس وسيعيشه الناس سيبقى محكوما بهذه السنن الإلهية، فيكون هذا برهان عظيم. ثم ثالثا، إن نظرت إلى ما اختاره جل جلاله لهذا المخلوق المكرم، ما اختاره له في أمر عقله، وما اختاره له في أمر نفسه، وما اختاره له في أمر جوارحه، فتجد أنه سبحانه وتعالى دله على أهدى الطرق، دله على ما يتلاقى ويجد التلاقي مع ما هو في أعماق نفسه من فطرته السوية السليمة، حين جعل قوام عقله الإيمان بالله والعلم بالله، وحينما جعل هذا العقل يتحرك في التفكر والتدبر والنظر
وأخذ العبرة والعظة. ثم عندما تنظر إلى ما أعطى لهذه النفس من التزكية واختيار تلك المصفوفة الأخلاقية والمنظومة الخلقية العظيمة التي كان لها ربط عجيب بينها وبين ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، وتجد ذاك الارتباط العجيب. فالله عز وجل يربينا ويزكي أنفسنا بهذه الأخلاق التي لها ارتباط بأسمائه وصفاته. فالذي أمر بالرحمة هو الرحيم، والذي أمر بالكرم هو الكريم، والذي حث ورغب في العلم هو العليم جل جلاله، مع أنه ما لله عز وجل في ذلك من صفات الكمال، وما يؤمر به الإنسان بما يليق معه من صفة النقص والقصور والضعف، ولكنه التكريم. ثم تلك الأحكام الضابطة لحركة الجوارح. فالقصد أن هذه أمور حقيقة هي التي يؤسس بها القرآن في نفس الإنسان وعقله وفكره هذه القناعة، فيتعامل مع القرآن بأنه ثابت، وأن هذه القضايا المرتبطة بالقرآن لا يؤثر فيها الشبهات ولا الشهوات ولا افتراء المفترين ولا تشكيك المشككين. والآيات التي بين أيدينا أيها الإخوة الأكارم أيضا نجد هذا المعنى حاضرا، فهي ترينا تعامل ربنا جل جلاله مع الإنسان، فتجد الحلم والصبر، والله هو الحليم جل جلاله، وتجد الحكمة، والله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وتجد العلم، وتجد القوة والقدرة والقهر. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا، ونحن نقف مع هذه الآيات، كيف أن ربنا عز وجل يأمر عباده وينصح لهم ويعلمهم ويبصرهم، وأنه يكرر لهم النصيحة ويكرر لهم التذكير ويوقفهم على حقائق أنفسهم ويمهلهم ويملي لهم، ولكنه يحذرهم نفسه ويحذرهم يوم القيامة ويحذرهم المآل والمصير، ويبين لهم بيانا واضحا وفرقانا بينا أن الإنسان يتحمل مسؤولية قراره ومسؤولية اختياره. وهذه قضايا أقول ها نحن نجدها، ونحن وقفنا هذه الآيات ورأينا كيف آيات القرآن وهي تخاطب فئة من بني البشر هم أهل الكتاب، ونرى هذا الأمر بكل وضوح، وأن الله عز وجل الذي يملي، وأن الله الذي يمهل، وأن الله الذي يحلم على هذا الإنسان، فإنما هو القوي القادر، لأنه لا مفر، فالرجوع إليه والمآل إليه، والإنسان ضعيف بكل أحواله، فلن يتعزز بقوة يتغلب فيها على ربه، فهو ضعيف بكل حال، ولن يفر عن ربه، فالمرجع إليه،
والغنى وصف ذاتي لله، وهكذا كل صفة له جل جلاله صفة ذاتية له. فلذلك نرى هذا الأمر، وأن الله كيف يؤدب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدب أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدب المؤمنين على مر تاريخ الإنسان بهذا الأدب وبهذا التعامل. ثم أيضا بيان تلك الأحكام الشرعية العظيمة في التعامل مع الناس، مع من كفر به. فالآيات التي بين أيدينا تعرض قضية أهل الكتاب، قضية اليهود والنصارى. النصارى ممثل هذا الأمر في هذه السورة في وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود في أولئك النفر الذين سكنوا المدينة من بني النضير وبني قينقاع وبنو قريظة، وكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم وموقفهم منه، وكان القرآن يوجه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كله، ويخاطب أهل الكتاب ويخاطب المؤمنين وهم ينظرون إلى ذلك، ويدعوهم إلى الثبات، ويدعوهم أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الآيات بعد أن تبين لنا أن هذه الآيات التي في سورة آل عمران، كان وقوفنا في درسنا الماضي مع قول الله عز وجل وهو يخبر عن اليهود وقد انضمت فئة منهم مع المنافقين وتعاملوا بتعامل النفاق، ففئة أظهرت العداوة والصراحة، وفئة أظهرت الخداع والمكر، وكان لهم دور في تأسيس النفاق في المدينة ومارسوه، فليس فقط حثوا غيرهم عليه، بل إن منهم من كان من المنافقين. ولذلك يقول الله عز وجل مخبرا عن هذا النوع وكيف كانوا يتعاملون، قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ما وقفنا عليه في درسنا الماضي، وكيف تبين من هذه الآيات وما قبلها كيف كان جهد النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هؤلاء القوم، وكيف كان يصبر على أذاهم، وكيف كان يدعوهم، وكيف كان يستجيب لربه في أن يمتثل كل أمر أمره الله عز وجل به. فما أمر أن يخاطبهم وأن يقول لهم فهو يقوله لهم، وما أمر بأن يصبر على أذاهم فيصبر، وما أمر بأن ينازلهم فينازلهم، فهو متبع لأمر ربه عز وجل. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء القوم وما وقعوا فيه من خيانة في الدين، حيث كتموا ما عندهم من العلم
وحيث خالفوا ما عندهم من العلم، وحيث أظهروا خلاف ما عندهم من العلم، فلم يكونوا أمناء على الكتاب. وكانت سورة البقرة بيّنت أيضاً شيئاً في منهجهم في تعاملهم مع الكتاب الذي بين أيديهم، وليس مع النبي الخاتم أو الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، بل معك الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لهم، كيف تعاملوا معه. وأخبر الله عز وجل عن سيرة آبائهم وتعاملهم مع أيضا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لهم، فلم يكونوا أمناء على أمر الدين. ثم يخبر الله عز وجل هنا أيضا أن هذه الأمانة التي لم يقوموا بها وانتقلوا منها إلى الخيانة، أن هذا الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل تعداه أيضا حتى على أمر الدنيا. فيقول الله عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الآية الكريمة التي كما قلت بعد أن أخبر وبين قضية أمانتهم مع الدين وما هو الخلل الذي وقعوا فيه والخيانة التي أدخلوا أنفسهم فيها، وأظهر الله عز وجل ذلك كله وبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وأيضا لهم هم يوقفهم أمام هذه الحقائق علهم يرجعون ويحاسبوا أنفسهم، فانتقل إلى الجانب الآخر. فقوله ومن أهل الكتاب، أظهر الأقوال للعلماء أن المقصود هنا بأهل الكتاب أهل التوراة أي اليهود، لأن الآيات وفد نصارى نجران هو الأصل في هذا الخطاب، وأخذ الحيز الأكبر من هذه الآيات السابقة وكذلك ما يأتي بعد ذلك، لكن أيضا كان لليهود لأنه كان لهم في تلك الحقبة أيضا مواقف، فهم أرادوا أن يغتنموا ذلك الأمر، أولا أن يبقى نصارى نجران على ما هم عليه، وأن يجدوا من ذلك أيضا مدخلا، فكانوا حاضرين في ذلك المشهد. فالله عز وجل يقول هنا من أهل الكتاب، وكما قلت الخطاب بأهل الكتاب عند التأمل والتدبر فيما يأتي بعده ستجد أن هناك حكمتين. الحكمة الأولى وهو أن هذا الخطاب علّه أن يوجد في نفوسهم باعثا للرجعة، وأن من عنده الكتاب المفترض أن يعود إلى هذا الكتاب، وأن من عنده هذا الكتاب أن يستقيم وفق ما عنده في الكتاب، أما أن يخالف ما في الكتاب فهذا ليس، إذن هو لا يستحق هذا اللقب ولا يستحق هذه النسبة. والأمر الثاني
في الخطاب، الحكمة الثانية في الخطاب بأهل الكتاب، ليعطي صورة أيضا عن فئة كيف اعتمدت وبنت انحرافها ونسبته إلى الدين. فلذلك كما سيظهر لنا هنا في هذه الآية الكريمة كيف أنهم أن خائنهم يتدين بخيانته، كيف أن خائنهم يتدين بخيانته ويسندها إلى الله خروجا من ربقة الحياة، ويقولون على الله الكذب كما ذكر الله عز وجل في آخر هذه الآية، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذن هذا الخطاب له هذه الحكمة، هذا الخطاب له هذه الحكمة العظيمة عندما يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، وفيه كم فيه من التحذير أيضا لهذه الأمة ألا يفعلوا ذلك وألا يسيروا على طريقهم وعلى منوالهم. ثم أيضا نجد الله سبحانه وتعالى الذي يأمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر هذه الأمة أن تتمثل الإنصاف والعدل حتى مع خصومها، فالله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهنا نجد والله عز وجل عندما يذكر عن حال هؤلاء فيما يستقرض الوفاء فيما يستقرضون من الناس، فلما كان منهم من يفي فذكره الله وقدم ذكره، وفي هذا تعليم لهذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم. فيقول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. لا خلاف بين العلماء أن القنطار أكبر من الدينار، أن القنطار أكبر من الدينار. وفي تفسير الدينار كان هناك يعني في مقداره شبه إجماع بين العلماء، وقد نص على الإجماع من المفسرين الإمام القرطبي وغيره على أن الدينار 24 قيراط، والقيراط 3 حبات وزن 3 حبات من شعير، يعني من أوساط حبات الشعير، فالدينار 72 شعيرا. أما القنطار فهناك أقوال للعلماء في ذلك، وإن كان بعض المفسرين يقول ليس المراد هنا القنطار ذات القنطار ولا الدينار ذات الدينار، وإنما القنطار للشيء الكبير الكثير والدينار للشيء القليل، ليعبر وليعطي الدلالة عن حال هؤلاء القوم وطريقتهم في الوفاء ومنهجهم في الوفاء. فيقول الله عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. طيب هنا من أهل الكتاب منهم من ذكر من المفسرين أسماء، قالوا عبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلم وهم قلة، قالوا هم المعنيين. ومنهم من قال بل فئة منهم وإن كانوا قلة من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار،
تأمنه، أي أمنته على هذا القنطار، إما بدين إما بوديعة، فجعل عنده. فإذا جئت وطلبته إن كان وديعة ليردها، وإن كان دينا ليسده. فإن جئته فإنه يؤديه إليك بدون إتعاب لك، من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. ومنهم، والفئة الأخرى، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. من هؤلاء ومنهم؟ أيضا ذكر بعض العلماء هنا أسماء أشخاص، فذكروا كعب بن الأشرف وأصحابه، وذكروا أسماء أخرى. وأيضا الصحيح أن هذه فئة بهذا الوصف، وذكر الأسماء هو لذكر مثال لمن يفي وذكر مثال لمن لا يفي. ومنهم، أي من أهل الكتاب، من إن تأمنه، من إن تأمنه، والضمير هنا في تأمنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدينار، كما قلنا إما الدينار هو الدينار، أو المقصود التعبير عن الشيء القليل في مقابل القنطار الذي هو الشيء الكثير. والمعنى أن من لا يؤدي القليل فمن باب أولى أنه لا يؤدي الكثير. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لا يوفي، لا يوفي، قال إلا ما دمت عليه قائما، إلا يعني لا يوفي إلا بهذه الكيفية، إلا ما دمت عليه قائما. قائما أي ملازمة، ودمت من الديمومة. وقائما هنا إما أن يكون بملازمته واستمرار المطالبة، أو بأن يجمع معها المقاضاة، بأن يقاضى ويحاكم، وأنه بدون ذلك لا يفي ولا يؤدي الحق. إلا ما دمت عليه قائما. ولذلك من كان من المسلمين عنده مثل هذا الوصف ففيه شبه من اليهود. إن كان عنده هذا الوصف أنه لا يرد الدين إلا بالإتعاب مع وجود القدرة، ففيه شبه إذن بأهل الكتاب. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لا يرده، لا يوفي، إلا ما دمت عليه قائما، أي ملازما، ملازما بالطلب، أو ملازما بالمقاضاة أيضا، يعني مع الطلب التقاضي. ما الذي هذا الفعل يتنافى مع أداء الأمانة ويلحق الإنسان بصفة الخيانة؟ فما هو الذي دفعهم إلى ذلك وهم من أهل الكتاب؟ والأصل أن الكتاب وكتاب منسوب إلى الله أنه يأمر الإنسان أن لا يظلم وأن لا يأخذ ما ليس له. فما هو التسبيب عندهم؟ قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، بمعنى أن ظلمهم هذا وفعلهم هذا تعاملوا معه على أنه جائز،
ما هو التسبيب لهذا التجويز عندهم؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا مجازات ولا مساءلة ولا محاسبة فيما نفعل في هذا الأمر معهم. طيب، من المقصود بالأميين؟ من المقصود بالأميين؟ قال العلماء المقصود بالأميين هنا قيل العرب الذين كان اليهود يتعاملون معهم، وقيل بل هو مخصوص بمن آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بعض العلماء يرى أن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة الذين أقرضوا بعض اليهود قبل إسلام هؤلاء الصحابة، ثم بعد أن أسلموا طلبوا ما لهم فرفض هؤلاء أن يعطوهم، رفض هؤلاء أن يعطوهم، وقالوا تحولتم عن دينكم الذي كنتم عليه، فلذلك وفي وما عندنا يزعمون في كتابهم أنه من كان كذلك لا يعطى الدين، وهي أيضا أحد الطرق في إرادة صرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصد الناس عن الدين وإرجاع الناس من الإيمان إلى الكفر، أن يستخدم هذا الطريق. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، فإذا الأميين قيل هم العرب، وقيل هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حيث كان، والأميين لأنهم يعني ينسبوهم إلى النبي الأمي الذي لا يكتب عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فليس علينا في الأميين سبيل، والسبيل هنا بمعنى أنه لا إثم علينا، والسبيل بمعنى أنه ليس يعني لله عز وجل جزاء وحساب ومؤاخذة ومعاقبة على ما فعلنا في هذا الأمر. ليس علينا في الأميين سبيل، والمعنى أي ظلمهم بهذه الطريقة جائز. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ماذا يقولون؟ يقولون أنه ليس علينا في الأميين سبيل، أن هذا حكم الله عز وجل بزعمهم في التوراة، بزعمهم في التوراة أن هذا هو الحكم، ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فقوله ويقولون، إذن هم ينسبون إلى الله عز وجل ما لم يقل وما لم يحكم به، وأنهم يفترون على الله. ثم في قوله يقولون، وما قال وقالوا، ففعل المضارع كما نقول ماذا يفيد هنا؟ إذن هو على سبيل التجديد الاستمرار، وأن هذا شأنهم ولا يتحاشون هذا الفعل. ويقولون، فالمضارع أفاد هذه الفائدة أن هذا الفعل يفعلوه ويقولوه، وأنه بصورة متجددة مستمرة لا يتحاشون هذا الفعل. ويقولون على الله، فإذن هم يعلمون أن هذا من قولهم وينسبوه إلى الله كذبا وزورا، وهم يعلمون هذا الفعل، وهم يعلمون أنه هو بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. إذن كما قلت أن خائنهم
يتدين بخيانته ويسندها خروجا من ربقة الحياة، يسندها إلى الله جل جلاله، يسندها إلى الله جل جلاله. فإذا هؤلاء الذين هم بهذه الكيفية والذين يفعلون هذا الفعل، فالله سبحانه وتعالى يظهر حقيقتهم ويجلي أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده معه، وللأمة يتجلى هذا الموقف وهذا الحال. ثم يقول الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذن هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم التميز، ادعوا لأنفسهم المناصب الدينية، ادعوا لأنفسهم الغيرة على دين الله، ادعوا لأنفسهم أنهم هم من يزن الناس بالنسبة للحق والباطل، فالله عز وجل بين خيانتهم، خيانتهم في الدين وخيانتهم في أمر الدنيا. والخيانة أمر منبوذ عند جميع أرباب الأديان، ومع ذلك هم يفعلوه ويصرون على ذلك. وإذا كان هذا الأمر مع كتاب الله فكيف مع غيره؟ فيقول الله عز وجل: بلى. بلى هذا الحرف جواب، وهنا هذا الجواب لإبطال النفي. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، فلإبطال قولهم ليس علينا في الأميين سبيل جاء الجواب بهذا الحرف بلى. والمعنى: بلى سيكون عليكم سبيل، سيكون فعلكم محل المجازاة، محل المؤاخذة، محل المحاسبة، محل المجازاة والمساءلة والمحاسبة. بلى، فإذا بلى أفاد هذه الفائدة، وهذا على قول أكثر المفسرين أن بلى أنها حرف جواب لما قبله، وإن كان بعضهم قال أنه ملحق بما بعده. ولذلك من قال أنه ملحق بما قبله فإذا قرأ القارئ يقف عند كلمة بلى، ثم من أوفى بعهده واتقى. وهذا الأظهر في هذا الحرف بلى، بلى من أوفى، بلى ثم من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى، هذا الخطاب هل من المقصود به من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين؟ هل هي دعوة لهم أو هل هو خطاب للفئة التي، لأن هناك خيانة كما قلنا في أمر الدين حيث حرفوا، وخيانة في أمر الدنيا حيث لا يؤدون الأمانة. فقوله من أوفى بعهده، فمن أوفى بعهده فالعهد هنا مرتبط بقضية، طبعا هنا من أوفى بعهده الضمير في قوله بعهده أكثر المفسرين على أنه عائد إلى لفظ الجلالة الله، أي من أوفى بعهد الله. ومنهم من قال الضمير يعود إلى من، أي من أوفى بعهده الذي عاهد، عرفت، العهد الذي أبرمه
والذي ألزم نفسه به، أي عهد نفسه الذي ألزم نفسه به، سواء كان عهد مع الله أو مع الناس، من أوفى بعهده. فإذن الأول أن الضمير يعود إلى لفظ الجلالة الله، من أوفى بعهده أي بعهد الله. والثاني من أوفى بعهده الذي عاهد، سواء كان هذا العهد مع الله أو مع الناس. من أوفى بعهده أي من كان هذا شأنه واتقى، فإن الله يحب المتقين. طيب هنا قال العلماء، يعني الآن من أوفى بعهده من أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتقى وفى بالأمانة الدين ووفى بعهده واتقى، فإن الله يحب المتقين أي يحبه الله ويكون من أهل الجنة. قال العلماء وفاؤه بعهد الله مستلزم للإيمان برسول الله، لأنه واجد ذلك في كتابه، فإذا لن يكون وفيا بكتابه حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يفعل ذلك ما كان وفيا بعهد الله الذي أخذ عليه. فإن مما أخذ عليه في كتابه أنه إن بعث النبي الخاتم أن يؤمن به، فإن لم يؤمن إذن هو ليس وفيا بعهده، ومن ثم لن يكون ممن يحبه الله ولن يكون من المتقين، لأنه خرج من الوصف بعدم الوفاء. ومن العلماء من قال بعد أن قال بلى، فذكر الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه، وهو الوفاء بعهد الله والتقوى، وأن الثمن الذي جنوه من ذلك هو محبة الله، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والوفاء أيها الإخوة، هذه أو هذا الخلق العظيم الذي به تتحول العهود إلى إنجاز، وبه تتحول العقود إلى واقع، الوفاء. ولذلك ليس هناك عمل من بين اثنين فأكثر من البشر حدث وكان إلا وهو يعني وكان بإرادتهم، وكان بإرادتهما، ليس هناك عمل من اثنين فأكثر تحقق وكان بإرادتهما إلا وفيهما شيء من هذا الخلق الوفاء. كما قلت به تتحول العهود والعقود، ذلك الاتفاق بين اثنين عقد، فحتى يصبح العقد واقعا فهو محتاج إلى خلق الوفاء والتعاون. فالله عز وجل يقول من أوفى بعهده، فالذي بيننا وبين الله عهد وميثاق، والمطلوب الوفاء. الوفاء، قال الله عز وجل وبعهد الله أوفوا، فهنا يقول الله عز وجل من أوفى بعهده واتقى، من أوفى بعهده واتقى. فإذن وفاؤه بالعهد أنه ملتزم به، وأنه يحول مضمونه إلى واقع كما جاء فيه، وأن هذا هو دليل أنه وفي بذلك العهد والعقد والميثاق. فإذن قيل أن هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. واتقى، فالتقوى هنا هو أن يجعل الإنسان بينه وبين معصية الله عز وجل وقاية، فهو أمر يقوم بالإنسان يمنعه من مخالفة أمر الله عز وجل. فإن الله يحب المتقين، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى
يحب الموصوفين بهذا الوصف، القائمين بهذه الحال، عرفت، وهو الوفاء بعهد الله عز وجل، ومن ثم أنهم جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وقاية، بينهم وبين معصية الله عز وجل وقاية، فلا يخالفون أمره، فهم ملتزمون بما أمر تاركون لما نهى. فهؤلاء مجازاتهم أن الله عز وجل يحبهم، ومن ثم هؤلاء الذين لم يفوا بعهده، وهؤلاء الذين خانوا الأمانة في دينه وخانوا الأمانة في دنياهم، فهؤلاء إذن لا يحبهم الله عز وجل. فإن الله قال: فإن الله يحب المتقين. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ماذا تضمنت العقوبة؟ لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمس عقوبات، والله إن كانت الواحدة تهز الإنسان من أعماق قلبه وتجعله يرجف خوفا أن يقع عليه واحدة منها، فكيف بها الخمسة؟ فلذلك إذن ما الذي فعل هذا الإنسان وأغضب الله الجليل الحليم حتى يعده بهذه الأمور الخمسة؟ ولذلك هنا أرع سمعك وانتبه وتدبر وتأمل. خمسة عقوبات عظيمة كبيرة. فيقول الإنسان: ما هو هذا العمل؟ ثم كن منه كبعد المشرق عن المغرب، وكن منه بهذا البعد. فيقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله، لأن الفئة الأولى قال من أوفى بعهده، وهناك فئة يستبدلون بعهد الله ويعتاضون عما عهده الله عز وجل عليهم. وماذا يريدون بهذا الاستبدال؟ يريدون الدنيا، يريدون الدنيا. فقوله عز وجل: إن الذين يشترون يعتاضون عما عهد الله عز وجل، عما يعني عاهدوا الله عز وجل عليه أن يفوا، لكنهم لم يفوا معه، ومما أخذ العهد عليهم أن يؤمنوا بالنبي الخاتم، ومما أخذ العهد عليهم أن لا يخونوا الأمانات، فإذا بهم يقعون في ذلك. إن الذين يشترون بعهد الله يعتاضون ويستبدلون، يشترون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان الحلف الكاذبة. لنقف عند هذا المكان ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله.